الجزائريون الفنان محمد حزيم إلى عملية جراحية على قلبه. تلفزيون النهار رافق الفنان خلال الساعات الأخيرة قبيل إجراء هذه العملية، وعاد لنا كل من كمال أبو عز عبيد وتوفيق ضيف الله بالتقرير التالي. هي اللحظات الأخيرة التي عاشها تلفزيون النهار رفقة الفنان الكوميدي حزيم محمد وأفراد من عائلته وأصدقائه للاطمئنان عليه والوقوف على حالته الصحية بمستشفى الدكتور بن زرجب بولاية عين تموشنت قبيل ساعات من دخوله قاعة العمليات لإجراء عملية جراحية على القلب. أنا أشكر أحبابي وصحابي اللي قاموا بي. الحالة الصحية تاعي على بالك حزيم صار لك الدولار يطلع ويهوت. نتمنى له الشفاء ان شاء الله ويدير العمليه ان شاء الله وينوض كيما بكري. الفنان حزيم الذي يطبق تعليمات الطاقم الطبي الذي يسهر على رعايته بدقه يامل بعد خروجه من المستشفى العوده لممارسه عمله الفني والظهور امام جمهوره العريض الذي احب ادواره الكوميديه في سلسله بلا حدود وافلام اخرى ادخلت البهجه والسرور لدى العائلات الجزائريه لسنوات، اين يخبئ لهم الجديد حسب اصدقائه. حزيم خويا عرفنا في عندنا جاي كومبي في تاريخ فوت الصيف عندنا ان شاء الله اليوم يدير اوبيراسيون طلبوا ربي يجيب الشفاء. احنا رانا واقفين معاه وغادي نديروا المجهود تاعنا كاع باللي نقدوا عليه، وان شاء الله حازم نعاودوا نشوفوه في المشوار في التيلي وكل شيء ويعاود يضحكنا كما كان يضحكنا ان شاء الله. وان شاء الله هو راه داس لنا جديد. حزيم اليوم بأمس الحاجة إلى الدعم المعنوي والكثير من الدعاء من الجزائريين الذين أحبوه وأحبهم، وهو ممدد على سرير مستشفى بن زرجب أين بدأ العد التنازلي لموعد عمليته الجراحية. والعملية تمت بنجاح وسنزودكم بمعلومات أكثر في هذا الموضوع في موعدنا الإخباري اللاحقة. شكرا لكم، عودة إلى زهور وناصر. شكرا.